دي نماذج للوحدات الصحية والمراكز الطبية في محافظة السويس. سيادة الرئيس النهاردة هيشرفنا بتدشين أحد هذه النماذج. محافظة جنوب سيناء، وهي من المحافظات المهمة جدا استراتيجيا لمصر، وهنا بقول يعني إذا كان في مؤشرات للتنمية ودخول مواطنين والعمل في جنوب سيناء، فهو أقدر أقول إن محافظة جنوب سيناء هي المحافظة نمرة واحد في تلقي اللقاحات الكورونا، بحيث سجلت 167% من المستهدف. ده معناه إن في ناس بتخش محافظة جنوب سيناء وناس قاعدة وبتشتغل بشكل كبير جدا. محافظة جنوب سيناء فيها 168 ألف مواطن، عدد المسجلين حتى الآن 95 ألف مواطن، أجرينا فيها عمليات في حدود 1500 عملية وكثير من التدخلات الصحية، أنشأنا فيها مستشفيات جديدة زي مستشفى الطور إن شاء الله اللي قربت على الانتهاء وتتجاوز تكلفتها 2 مليار جنيه، زائد النهاردة هنشوف مستشفى سانت كاترين، وقبل كده اشتغلنا على مستشفى طابة ودخلت في الخدمة، مستشفى بورديس ومستشفى راس سدر، في أبورديس دخلت الخدمة وراس سدر خلال أسابيع قليلة. هنا خليني أقول شكر كبير للهيئة الهندسية على المجهود الكبير، حيث انتهت من 100% من الوحدات الصحية والمراكز الصحية في جنوب سيناء، زائد أكثر من 90% من المنشآت في المستشفيات. دي نماذج للمستشفيات زي مستشفى طابة اللي على اليمين تحت ومستشفى سانت كاترين اللي بعده. محافظة أسوان إن شاء الله هنشهد بإذن الله التشغيل التجريبي لها مع السويس في نهاية هذا العام. محافظة أسوان من المحافظات اللي فيها عدد سكان يتجاوز 1.5 مليون، اللي سجل فيها من المحافظات اللي فيها تسجيل كويس، أكثر من 1 مليون مواطن سجل، عدد المستشفيات فيها 11 وعدد الوحدات 112. النهارده انتهينا من استلام وتشغيل 77 وحدة من هذه الوحدات، بالإضافة إلى المستشفيات إن شاء الله بناخدها تباعا. دي نماذج لمستشفيات محافظة أسوان وإسماعيلية، واللي شهدت تشريف سيادة الرئيس لافتتاح وتشغيل التأمين الصحي في إسماعيلية والأقصر في شهر 2 من العام الجاري، حيث يقطن فيها أكثر من 1.3 مليون مواطن، وأكثرهم سجل في هذه المنظومة، وأجرت أكثر من 4700 عملية و700 ألف خدمة صحية. الإسماعيلية فيها منشآت صحية الحمد لله تم تدشينها وتشغيلها، كثير من المستشفيات باقي فيها بعض الاستكمالات في بعض المستشفيات في فايد وأنطرة شرق، ولكن نقدر نقول إن ال 54 مركز ووحدة تقريبا قاربوا على الانتهاء، وأكثر من 70% من هذه الوحدات في العمل الآن وكلهم 100% مميكنين.